تحديث بيس موبايل 2025 فهو على الأبواب. نعم يا أخي الكريم، هذا التحديث سوف يكون مليء بالتسريبات والإضافات الأسطورية داخل اللعبة إن شاء الله، منها سوف تفرح الجميع ومنها بطبيعة الحال لن تفرح أي أحد. المهم يا أخي الكريم، شاهد المقطع من أوله إلى آخره، لأن في هذا المقطع جبت لكم تسريبات لن تفرح ولا أي أحد يا أخي الكريم، خاصة بتحديث بيس موبايل 2025. إذا كنت لأول مرة تشاهدني فاشترك معي، فعل زر الجرس، خلونا نوصل إلى 100,000 مشترك ولتكون أنت الأول في التعرف على كل تسريبات بيس موبايل المضمونة والرسمية. أما الآن سوف نتحدث مباشرة إلى الخبر أو التسريبات التي توصلت بها يا أخي الكريم بعد قليل. نعم يا أخي الكريم، خاص بتحديث بيس موبايل 2025، وهي خاصة بنسخ حسابك يا أخي الكريم والنسخ المتواجدة في حسابك. هل سوف تحدث يا أخي الكريم أم ستظل معك في تحديث بيس موبايل 2025؟ كما يتذكر يا أخي الكريم، في تحديث بيس 2021 قامت اللعبة بحذف نسخ الإيكونيك مومن وقامت بتحويلها في بيس 2023 إلى نسخ الليجندري. نعم يا أخي الكريم، النسخ الحمراء والنسخ الصفراء. لمن يتذكر، يعني كنا نلعب في بيس 2021 وكانت لدينا نسخ أسطورية في بيس 2021، وتفاجأنا في تحديث بيس موبايل 2023 أن اللعبة قامت بحذف كل هذه النسخ وقامت ب يعني نقص طاقات نسخ الإيكونيك مومن. فرسميا يا أخي الكريم نفس الشيء سوف يحدث في بيس موبايل 2025. هناك بعض النسخ التي سوف تظل معك في تحديث بيس موبايل 2025، وهناك النسخ التي سوف تغادر حسابك يا أخي الكريم. فأول نسخ سوف نتحدث عنها في مقطعنا هذا يا أخي الكريم، وهي النسخ الأكثر انتشارا في الحسابات يا أخي الكريم، وهي النسخ نجوم الأسبوع كما ترون، كنسخة ليونيل ميسي ونسخة أروخو. لدي الكثير من النسخ في يعني هذا الحساب، ولكن لسوء الحظ لا أملك ولا نسخة ليجندري أو نسخة يعني إيكونيك مومن في هذا الحساب لسوء الحظ. المهم سوف نتحدث كما قلنا عن نسخ النجوم الأسبوع الموجودة في حسابي. لسوء الحظ كما قلت هذه النسخ لن تظل معك في تحديث بيس موبايل 2025، وسوف تتحول هذه النسخ إلى نسخ الموجودة في متجر الجي بي لسوء الحظ. كما يعني يتذكر الجميع، في تحديث بيس موبايل 2021 كانت لدينا نسخ نجوم أسبوع وتحولت في تحديث بيس موبايل 2023 إلى نسخ موجودة في الجي بي أو في متجر الجي بي يا أخي الكريم. كما قلت هذه أول نسخ سوف نتحدث عنها، ولكن ملاحظة يا أخي الكريم وصلتني بعد الأخبار أن نسخ يعني نجوم الأسبوع البوستر سوف تظل معك في تحديث بيس موبايل 2025. لذلك هذه الفرصة لجمع أكبر نسخ بوستر في حسابك يا أخي الكريم، إن شاء الله سوف تظل معك هذه النسخ الخاصة بالبوستر. أما بالنسبة للنسخ الثانية التي سوف نتحدث عنها في مقطعنا هي نسخ الهايلايت يا أخي الكريم. نعم، هذه النسخ الهايلايت لدي الكثير والكثير من نسخ الهايلايت، كنسخة ديابي ونسخة كما ترون فان دايك ونسخة يعني سكرينيار. يعني هناك الكثير من نسخ أملكها في هذا الحساب. فرسميا لسوء الحظ هذه النسخ كذلك سوف تتحول إلى نسخ عادية في تحديث بيس موبايل 2025. أما بالنسبة للنسخ التالية التي سوف نتحدث عنها يا أخي الكريم هي نسخ الإيكونيك مومن أو نسخ الليجندري. على ما أظن لا أملك ولا نسخة ليجندري ولا نسخة يعني إيكونيك مومن في هذا الحساب لسوء الحظ. فلمن لا يعرف شكل هذه البطاقات، هي البطاقات الحمراء والصفراء يا أخي الكريم. اكتب لي في التعليقات كم من نسخة تملك في حسابك. لسوء الحظ يا أخي الكريم رسميا هذه النسخ سوف تمسح يا أخي الكريم من حسابك في تحديث بيس موبايل 2025. نعم يا أخي الكريم، هذه التسريبات يعني توصلت بها من مسربين يا أخي الكريم. أما بالنسبة للنسخ التالية التي سوف نتحدث عنها هي نسخ الشو تيم يا أخي الكريم. هذه النسخ يا أخي الكريم سوف تظل معك في تحديث بيس موبايل 2025، لذلك لا تقلق. فهذه النسخ يعني الشو تيم كما قلت، ونسخ الشو تيم بوستر كذلك سوف تظل معك في تحديث بيس موبايل 2025، إلا أن هذه النسخ سوف يعني تقوم اللعبة بنقص طاقاتها في تحديث بيس موبايل 2025. أما بالنسبة للنسخ الأخيرة التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله هي النسخ الإيبيك أو الإيبيك بوستر يا أخي الكريم. سوف نبدأ بنسخ الإيبيك. فرسميا يا أخي الكريم هذه النسخ الإيبيك سوف تتحول إلى نسخ ليجندري. نعم يا أخي الكريم، سوف تتحول هذه النسخ الإيبيك دون بوستر، هذه نسخة بوستر يا أخي الكريم. فمثلا نسخ الإيبيك دون بوستر، فمثلا نسخة لو دون بوستر. فرسميا هذه النسخ سوف تتحول إلى نسخ ليجندري في تحديث بيس موبايل 2025.
2025. أما بالنسبة لنسخ الإيبيك بوستر فسوف تظل معك إن شاء الله في تحديث سبيس موبايل 2025، إلا أن هذه النسخ الخاصة بالإيبيك بوستر وكذلك النسخ يعني البيك تايم بوستر سوف تقوم اللعبة بنقص طاقاتها لسوء الحظ، ولكن رسميا يا أخي الكريم في تحديث سبيس موبايل 2025 سوف تكون نوع بطاقات جديدة. نعم يا أخي الكريم، سوف يتساءل الكثير لماذا اللعبة تقوم بحذف النسخ ويعني تقوم بحذف النسخ الأسطورية في حسابنا وتقوم بنقص طاقاتها. فبكل بساطة يا أخي الكريم، اللعبة هدفها الربح من المتابعين أو من المستخدمين. فمثلا تخيل معي أنت جمعت تشكيلة كلها إيبيك بوستر في حسابك وجمعت كل النسخ الأسطورية، فلذلك سوف تقول مع نفسك لا داعي أن أشحن مستقبلا لأنني لدي أقوى وأفضل النسخ في حسابي. فهذا هو السبب الذي يجعل الشركة أن تقوم بحذف بعض النسخ وتحويل بعض النسخ، ورسميا كما قلت سوف تقوم اللعبة في تحديث سبيس موبايل 2025 بإضافة بطاقات جديدة إن شاء الله، ورسميا هذه البطاقات سوف تكون أسطورية إن شاء الله، و هذا الخبر رسمي إن شاء الله. سوف تكون طاقات هذه النسخ تتعدى 108 أو 109 ولما لا تصل إلى 110 يا أخي الكريم، وسوف تكون نسخ أسطورية بمعنى الكلمة. إذا كانت هناك أي تسريبات خاصة بهذه النوع من البطاقات الجديدة وشكل هذه البطاقات فسوف أصور لكم مقطع في أقرب وقت إن شاء الله. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.